قلت لي جملة واحنا بنتمشى في المزرعة. قلت لي انا ماشي بمبدأ اتعلمته، العطاء بلا حدود والردع ايضا بلا حدود. بالظبط كده. بتطبقه ازاي في المزرعة ده؟ يعني الحمد لله في الفترة اللي فاتت قدرت انتقي مجموعة استمرت معايا الحمد لله، يعني تتلمذوا على ايدينا، مش عاوز حضرتك يعني تطبقوا بطباع القوات المسلحة. هنا برضو العمل بيبتدي من 5 الصبح. 5 الصبح؟ اه والله 5 صباح كده معسكر. عمل ما فيهوش يما ارحميني، اوقات الراحه محدوده او يعني او محدده. اولادي اللي هنا ويعني واعتبروا اصدقائي اللي بايديهم وبساعدهم المزرعه زي ما حضرتك شفت بقت كويسه.